بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة المحترمة، السادة والسيدات النواب المحترمين، بغيت باش نشكر السيدين النائبين المحترمين على وضعهما هذا السؤال المهم واللي كيهم النقل في العالم القروي أو ما يسمى بالنقل المزدوج أو ترانسبور ميكس. أنا شخصيا قبل ما نكون وزير كنت نائب برلماني وكنت في هذا المكان، وكان يعني فاهم الأهمية ديال النقل المزدوج، وكذلك مؤمن بأنه الوتيرة الذي يسير به ماشي هي اللي مطلوبة. لذلك نظرا للدور الكبير الذي كيلعبوا النقل المزدوج في العالم القروي، وعلما بأن العالم القروي خاصنا نقسموه على جوج، راه العالم القروي ماشي هو العالم الجبلي، لأنه الدور اللي كيلعبوا هاد النقالة في العالم الجبلي راه أساسي يوميا دقيق، هما اللي كيهزوا البيتاغاز، كيهزوا جميع وسائل العيش اليومية، راه الدواوير اللي كيوصل ليها الماكلة يوميا، واللي كيشتغل مع الإدارة وكيدير الرسائل ويشتغل في الإحصاء وفي الانتخابات وفي التلقيح، هما هاد الفئة. لذلك أنا هادوك الناس اللي كيسموهم الخطافة، أنا راه نقول لهم العتاقة، ماشي الخطافة. لذلك من طبيعة الحال يجب أن نشتغل جميعا يدا في يد مع وزارة الداخلية اللي كتشرف في إطار اللجان الإقليمية لقبول هذه الملفات، باش يكون واحد التعجيل وكذلك يكون واحد التخفيف من طبيعة الحال في إطار ضمان حقوق جميع الشركاء اللي كيشتغلوا في النقل، لأنه اللي كيهمنا هو هذه الفئة تشتغل وتشتغل في ظروف حسنة ولكن دون المس بمصالح الفئات الأخرى. شكرا.